السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير. وذكروا بآية بين يدي هذا المجلس، قوله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ما وجه الحمد في قوله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا؟ وجهه أنه لو كان لله ولد لحصلت محاباة لتلك الولد. وأيضا فإن الولد إذا أراد شيئا قد يخالف في إرادته أباه فيحصل الخلل. فهب أن الأب يريد إكرام شخص والابن يريد إهانة هذا الشخص، سيحدث الخلل. كذلك إذا كان لله شريك في الملك، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، الله يريد شيئا والشريك يريد شيئا آخر، فسيحصل نزاع. كما قال تعالى: قل لو كان معه آلية كما يقولون إذن لا بتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. فنحن نحمد الله لأنه لم يتخذ ولدا ولأنه ليس له شريك في الملك. فلو كان ثم ولد أو ثم شريك في الملك لاختلطت علينا الأمور وتشابكت علينا الأحوال. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كونه واحد لا شريك له، ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له ولي من الذل هذا. وعن حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي أحب أن أذكر به في نفس الخضم وفي نفس المضمون، هو قول رب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي تبارك وتعالى: يؤذيني ابن آدم وليس له ذلك، يقول: إن لي ولد وسبحاني لم أتخذ صاحبة ولا ولدا، أو بهذا المعنى. هذا وأستعين بالله للإجابة على الأسئلة. قدما الشكر لله ثم لإخواني ولأخي أبي أحمد حفظه الله تعالى في أهله وذريته، ولأخي أحمد الحكيم ولإخواني جميعا حفظهم الله تعالى من كل مكروه وسوء. يسأل عن كونه يسمع أذان الفجر ويتناول الماء، إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت وتعمد الشرب أثناء الأذان فصومه باطل. إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت
وتعمد الشخص الشرب أثناء الأذان أو بعد الأذان فصومه باطل وعليه الإعادة. وأما حديث إذا أذن المؤذن قد رفع أحدكم اللقمة إلى فيه فلا ينزلها حتى يقضي منها حاجته فلا صح. لا تجوز الصلاة القراءة من المصحف في الصلاة المفروضة، ولم ينقل هذا عن سلفنا الصالح. إبليس طرد من الجنة كيف وسوس لسيدنا آدم عليه السلام. الله قادر على كل شيء، الله قادر على كل شيء، فقد يوسوس عن بعد والله أعلم. هل أخرج زكاة على مبلغ من المال أقرضته لشخص وسيرده بعد مدة؟ إن كان هذا الدين حيا أعني يرجى سداده زكيت عنه إذا كان بلغ النصاب وحال عليه الحول مع سائر مالك. هل تجوز صلاة التراويح بقصار الصور؟ نعم تجوز صلاة التراويح بقصار الصور، ولكن ليست هي بالأفضل. هل يجوز للمرأة أن تختم القرآن وهي حائض؟ لا مانع من ذلك. ابنتها عندها 14 عاما وتصلي التراويح بمفردها لأنها تريد أن تختم القرآن، هل عليها إثم؟ هناك بعض الأخطاء في قراءتها، كانت أخطاء متحملة ليس عليها إثم، ليس عليها إثم أن تصلي بمفردها. بارك الله فيك. حكم وضع الدباديب في النيش، إذا كانت لعبة للأطفال لا بأس، لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تلعب بالبنات مع صويحبات لها في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا رأينا النبي صلى الله عليه وسلم دخل انقمعنا يعني اختفينا، قالت فيسلمهن إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني كي يلعبن معي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو في الشرع الأخوات الأقرب من الأبناء ولا الأبناء الأقرب من الإخوان والأخوات؟ ليس هناك نص صريح، لكن الأبناء أقرب لعلة في صناعة المواريث مثلا، في المواريث ابنك يرثك، أخوك لا يرثك في حال وجود الابن، الابن يحجب الأخ. هل ذهب الزوج عليه زكاة إذا بلغ 95 جراما؟ نعم عليه زكاة. من يدفعها؟ يدفعها صاحب الذهب، زكاة مرأة هي التي تملك الذهب فالتي تدفع زكاة ذهبها، إلا إذا تفضل الزوج، إذا تفضل الزوج وأخرج هو الزكاة عن امرأته فلا بأس بذلك يشكر. هل يستقطع الدين قبل إخراج الزكاة؟ نعم يستقطع الدين قبل إخراج الزكاة. مقدار زكاة الفطر نقدا؟ لا أعلم دليلا على تجويز إخراجها نقدا. ما معنى إذا خلص المؤمنون من النار؟ هل سلمهم الله؟ قيل سلمهم الله من الصراط. زوجي كان عنده دكان يصرف على البيت منه، هل عليه زكاة؟ السلع التي تباع وتشترى وتدار إذا كان ثمنها بلغ النصاب ومر عليه الحول يزكى، أما الأشياء الثوابت الأصول الثوابت ليس عليها زكاة والله أعلم. كم عدد الركعات في صلاة التراويح؟ الأمر مفتوح، قال ابن عبد البر المالكي رحمه الله
ولا حد لعدد الركعات في قيام الليل، وقوله داعمه الكتاب والسنة. الكتاب العزيز كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، في السنة ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فطر فليقعد. في السنة أعني على نفسك بكثرة السجود، في السنة صلاة الليل مثنى مثنى. فكلها دالة على فتح الباب لمن يريد الصلاة. عليك السلام يا شيخ محمود الأزبي. السؤال طويل يا سؤال طويل. ما حكم الصلاة التراويح مع إمام مدخن؟ يجوز لك أن تصلي التراويح خلف إمام مدخن ويثم على نفسه، لكن إذا كان بيدك شيء من الاختيار فالصلاة وراء الصالح المستقيم أفضل لا ريب. حكم عدم الالتزام بعقد العمل بسبب أزمة كورونا ما ترتب عليه ظلم العامل وصاحب العمل أيضا متضرر، يا بارك الله فيك احفظك الله يا وليد. حكم الصائم الذي لا يصلي صيامه في ميزان حسناته وترك الصلاة في ميزان سيئاته. نية سنة الوضوء مع سنة العشاء، كيف سنة الوضوء مع سنة العشاء؟ سؤال غير واضح، وضح سؤالك. ما حكم صلاة الصبح بعد شروق الشمس؟ تعتبر قضاء. الحجامة في رمضان من المختلف فيه، وأختار الجواز وهو رأي جمهور العلماء، رأي جمهور العلماء. سئل أنس كان النبي يحتجم كنتم تكرهون الحجامة للصائم يا أنس؟ قال لا، إلا من أجل الضعف. عملية ربط بعد الولادة الخامسة قيصرية حرام؟ على حسب الحال، على حسب حال المرأة وضعفها من قوتها. جمع نية سنة الوضوء مع سنة صلاة العشاء. نية سنة الوضوء، سنة الوضوء مع سنة صلاة، يعني تتوضأ للسنة وللعشاء. والعشاء جائز، وجزء أن تصلي الصلوات كلها بوضوء واحد. الدليل يا أبا أنس، لأن تحرير أقوال المذاهب الأربعة قاطبة أيضا قد يشق على ناس كثيرين، فالدليل والمعتمد إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول عليه الصلاة والسلام. أوردنا لك الخلاف. انكسر الصيام، عفوا، هل تصح المساهمة في بناء مسجد من زكاة المال؟ لا تصح المساهمة في بناء المسجد من زكاة المال. السنة الحسنة هي ليست اختلاعا في الدين، فهذه تعتبر محدثة، إنما هي سنن أصولها في الشرع وأهملها الناس فجئت أحييتها، لأن مخرج الحديث الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم السنة الحسنة يفيد ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا مع أصحابه فجاءه قوم من غطفان مجتابي النمور، فلما رأى أثر ما بهم من الفقر والفاقة خرج على أصحابه فتلى عليهم قول الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، وتلى الآية الكريمة:
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فقام رجل وآتى بصورة قد عجزت يداه عن حملها أو كادت، فطرحها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تابع الناس المجيء بالصدقات، فامتلأ فأصبح أمام النبي صلى الله عليه وسلم كوم كبير من المال من الفضة، فتهلل وجهه وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها يوم القيامة. هذا الرجل ما اخترع سنة، لكنه بادر بصدقة فسنها لمن حوله فتبعوه على ذلك، ولا فأصلها موجود. تريد أن تختلع من زوجها ولكنه يمتنع، فشكلت لجنة بوالديها هل يعتد بها، علما أنها تعيش في بلاد غير إسلامية. إذا كانت تعيش في بلاد غير إسلامية تنظر من القائم على الأمور هنالك، يعني إذا كان إمام مسجد، إذا كان ينظرون إلى إلى تنصيب قاضي مسلم يقضي في حال غياب القاضي الشرعي. ساحة حديث: إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نسى بإذن الله، ما أذكر بإذن الله صحيح. نية ركعتين سنة الوضوء والعشاء بعد الوضوء، يعني تتكلم يعني هل يجوز أن أنوي سنة الوضوء مع سنة العشاء في ركعتين؟ يجوز، ما في مشكلة، بس هي ركعتان. أحمد بن فتح يعتقد أن التهويل في أمر الكورونا أمرا مدبرا، وكثيرا ما أدعو الله أن يمكر. أحمد فتحي، إذا تركنا لألسنتنا الكلام، الله يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم. أعتقد أنك لست بطبيب، لست بطبيب، قد تكون في النفس أمور ولكن لا نستطيع أن نتكلم بها، لأن الله سيسألنا، سيسألنا ربنا، لم نكن من أهل الاختصاص. ما حكم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه؟ قال تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. مما يتأسف عليه أن بعض المسؤولين في بعض الدول المسلمة كأنهم يسعدون بغلق المساجد، كأنهم سعداء بهذا. الكفار الذين هم كفار في بلاد الغرب الكافر في بريطانيا وغيرها يظهرون توجعا لغلق المساجد، وهؤلاء كأنهم وقفوا على شيء ناسب ما في نفوسهم الآثمة ويسعدوا بذلك. على الأقل استر على نفسك، اظهر أمورا ترضي الله وبلاياك في نفسك. لكن عياذا بالله، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. نصائح للبداية في تعلم العلم الشرعي، وبماذا أبدأ؟ ابدأ بكتاب الله وثني بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ركز على مسائل التوحيد والمسائل التي تحتاجها في عباداتك اليومية. الله يحفظك ويسلمك. نريد كتب عن العقيدة، موجودة الكتب، لكن كيفية إخراج زكاة الحلي إذا بلغ الحلي النصاب، إذا كان ذهبا أخرج ربع العشر، والنصاب 7.2 جرام من عيار 21. أما إذا كان الحلي ليس بذهب ولا فضة فمهما بلغ من الثمن كالألماس لا زكاة فيه. هل جاء نهي في الاحتباء في صلاة الجمعة؟ نهى عن الحبوة يوم الجمعة لا يصح، لم يصح خبر في إثبات الاحتباء أو نفي يوم الجمعة. حكم إخراج زكاة المال إن كان ناتج النشاط التجاري الخسارة يزكى أيضا. هل يجوز إخراج زكاة الفطر في مصر مع أنني موجود في مكة؟ لا بأس بذلك. البنوك كلها سواء؟ نعم، تجوز قراءة الحيض للقرآن.
هذه الابتهالات نوع من أنواع العبادة، ثناء على الله مقاربة للشر. الدعاء بعد صلاة التراويح تقصد بعد الوتر، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، يمد صوته في الثالثة. امرأة تمتنع من زوجها وخيرته أن يتزوج غيرها أو يفارقها فرفض فهل عليه إثم؟ أمامها أن تختلع منه، أمامها أن تختلع منه، لأنها سترد عليه الصداق أو تتنازل له عن الصداق. يصلي التراويح في جماعة في قريته فالزرع في الزرع، هل علينا إثم مخالفة ولي الأمر؟ ولي الأمر لم يقل لا تصلي التراويح في الزرع، ما قال ذلك. أصبت بابتلاء ولم أستطع الإقلاع عنه، اسأل الله العون. حكم عادة صلاة من كان حابس اللقبتين لا تلزمه. رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعا، حديث ضعيف. لا تجب صلاة التراويح 11 ركعة إنما هي من المباحات، تصلي 11 13 7 18 20 كل جائز. هل تجوز القراءة من المصحف في كل الصلوات؟ لا، إنما الوارد في النفلة. حكم إسقاط الجنين إذا كان قبل 40 يوما لا بأس، إذا دعت إلى ذلك حاجة وضرورة، غير ذلك يكره. نعم، للحائض أجر إذا قرأت القرآن. التعزية 3 أيام، الحديث في ذلك لا يصح، الذي هو لا عزاء بعد 3. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر 3 بعد مقتل جعفر، ثم جاء يزورهم. هل الأمر المعروف والنهي عن المنكر واجب على كل مسلم؟ لا، لأن الله قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فإن قامت بالأمر المعروف والنهي عن المنكر جماعة سقط عن الآخرين. إن اختلعت ليس لها عائل ومعها أولاد وهي خلت له تزوج، يعني إذا كانت متضررة، يعني امرأة لا تتحمل المعاشرة مثلا، متضررة ضررا بالغ، قل لزوجك تزوج أو طلقني لأني ليس معي فلوس أسدد ثمن الخلع. تقول تزوج أو طلقني وهي صاحبة مرض لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا تأثم حينئذ. رجل قال لزوجتي أنت طالق طالق طالق، وإيه؟ على كل، الثلاث تطليقات في المجلس الواحد تعد واحدة. كيف تطلق زوجتك على شرع الله؟ المصطلح أفضل، لكن عموما إذا ما كان ثم بد فتطلق المرأة في طهر لم يجامعها في تطليقة واحدة. إذا جاء الحيض في الأيام العشر الأواخر من رمضان، هل هناك عمل صالح يعوضها؟ نيتها الصالحة وإكثارها من ذكر الله تعالى مع عمل الصالحات. رجل ينسى كل شيء، هل عليه شيء؟ إذا كان ينسى ما كيف نقول عليه شيء؟ ليست صاحبة مرض ولكن لا ترغب به وتريد أن تربي أبنائها فقط، مضطرة آنذاك يعني، لكن إن كانت تستطيع لا تمتنع. هل يجوز خلط الزبيب بالتمر؟ أختار القول بالجواز. نعم، قد ورد عن النبي عليه السلام النهي، لكن قال فريق من العلماء إنه منسوخ بحديث كنت نهيتكم عن الانتباذ في الظروف فانتبذوا ولا تشربوا مسكرا. ما المنافع الواردة في الخمر؟ إذ الله قال وإثمهما أكبر من نفعهما. التجارة، التجارة في الخمر كانوا ينتفعون بها. لا يجوز الإفطار قبل الأذان بعشر دقائق إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت.
هل تصح قائمة جماعتين في غرفتين متجاورتين؟ تصح. البنوك كلها سواء، وفقك الله يا حسام. السلف على الراتب لا في مشكلة، لكن لا يكون بالربا. عندي مكتبة، فهل يجوز أن تصوير الكتب مكتوبة لها حقوق الطبع محفوظة؟ الأشياء الخفيفة عهد أنه يعفى عنها، نسخة نسختين لك لمن تحب، فهذه لا تؤثر على 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 الكتاب ولا على صاحبه. حكم النسي غسل القدمين وتذكر بعد الانتهاء من الصلاة، صلاته باطلة ووضوءه باطل من قبل، عليه إعادة الوضوء وإعادة الصلاة. حكم الزوجة التي تمتنع عن الصلاة مع زوجها وتفضل الصلاة وحدها، ليست بملزمة. يعني امرأة لا هل يجب على المرأة أن تطيع زوجها في الصلاة خلفه؟ لا يجب عليها. ما صحة حديث ألا تعجب من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث؟ ثابت صحيح. صلى وأوتر في أول الليل، فإذا قام من آخر الليل لا يوتر مرة ثانية، إنما يصلي مثنى إذا أراد الصلاة. تجار جملة يرسل لي صورة منتج أجهزة كهربية، لا يجوز الشراء عبر الهاتف إلا إذا كانت السلعة معلومة تماما، معلومة تماما. الامتناع عن الذهاب للأهل في ظل الظروف التي نمر بها. هل أنت مريض كورونا أو ماذا؟ ما شأنك؟ يعني لا توسوس وتقطع الأرحام بسبب ظنون. حكم الجماعة الثانية في المسجد لا بأس بها ما لم تتعمد ترك الجماعة الأولى، أما لا بأس بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد فجاء رجل لم يصلي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من يتصدق على هذا من يتجر على هذا. وأيضا فإن معاذا أتى في نحو من 20 من فتيانه، فوجد الناس قد صلوا فأمه ما صلى بهم. وثالثة فضل صلاة الجماعة، صلاة الرجل وحده، صلاة الرجل وحده، عفوا في جماعة تعدل صلاته وحده ب 27 درجة أو 25 درجة. ولا نهي. المتعسر يحسب من الزكاة؟ إذا كنت تقصد إسقاط الدين واعتباره من الزكاة لا يجوز عند الجمهور. حكما صلى سنة الوضوء بعد الوضوء بنصف ساعة للانشغال لا بأس، ليس هناك أمر بذلك. هل يجوز إخراج زكاة رمضان أول الشهر؟ تلك مسألة خلاف. الوارد قبل العيد بيومين أو ثلاث لحديث أبي هريرة: وكلني رسول الله بحفظ زكاة الفطر، فجاء الشيطان في الليلة الأولى والثانية والثالثة. لكن لا أستطيع أن أقطع بعدم الجواز. لحم الحصان حلال. قالت أسماء: نحرنا فرسا على عهد رسول الله فأكلناه. ومرحبا بك يا بدراوي. معنى تسلسل الشيطان تسلسل الرباط. صفدت. حكم استعمال السواك في نهار رمضان لا بأس به. الله يسددنا وياك يا أبا عبد الرحمن. هل تجوز صلاة التراويح بعد منتصف الليل؟ نعم تجوز صلاة التراويح بعد منتصف الليل. كيفية صلاة الجنازة والفرق بينها؟ عفوا، حقن الفيتامينات في العضل هل تفطر؟ أختار القول بأنها لا تفطر. الأخت أمينة تقول الصوت راح، ما أدري عندها وعند الجميع. صلي من المصحف والقراءة السريعة هل تجوز صلاة أم لا؟ الصلاة تجوز، لكن تأنى بعض الشيء حتى يحصل التدبر. لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا عند الجمهور. لم أستطع أن أنفذ النذر، عجزت تماما كفر كفارة يمين.
وحفظك الله يا محمد. هل ملك اليمين موجود في زماننا الآن وما شروطه؟ لا أعلم له وجودا الآن، إلا بعض الناس يقولون في موريتانيا، أو في بعضهم يقول في موريتانيا وفي نيجيريا، لكن لا علم لي. بارك الله فيكم جميعا على إيضاحكم، جزاكم الله خيرا. أسئلة، جزاكم الله خيرا. يعمل في تجارة، أخرت إخراج زكاة المال حتى أقوم بتحصيل شيك أخذته من زبون لأنه يساوي مبلغ الزكاة. ما مدى هذا التأخير يا محمود؟ كم قدر هذا التأخير؟ وحفظكم الرحمن يا أم المجاهد، حبك الله يا عبد السلام، شكر الله لكم جميعا، بارك الله فيك يا هدى. جزاك الله خير يا أبي أنس. يقول تزين لي نفسي أن أسجل ختمة قرآن. ما عندك مشكلة، سجل لعل صوتك يكون حسن، أقرأ بسرعة في الختمة، تدبر أفضل، صلاة قراءة جائزة لكن تدبر أفضل. هل يجوز أن نقول عن رسول الله أنه أخ لنا لقوله تعالى إنما المؤمنون إخوة؟ صح، يجوز، من الرسول عليه السلام أخ للمسلمين، إنما هو بمنزلة الوالد لهم عليه الصلاة والسلام. الله يبارك فيك. عايز تقول الأخ محمد بن عبد الله، أول مرة أسمع هكذا. أنزل للرسول منزلته، وأخ لنا صح، لكن التأدب، التأدب في النقل عن الله ورسوله مطلب. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. حفظك الله يا شوقي. حكم صلاة جميع الفروض جهرا، لم يرد إلا الفجر والمغرب والعشاء، لكن يجوز أحيانا أن ترفع الصوت بالقراءة في بعض الآيات من العصر إلى الظهر والعصر. يا مثلا أنت تقرأ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، فإنما العسر يسر، إنما العسر يسر فإذا فرغت فانصب. يجوز أن ترفع الصوت أحيانا، كان النبي يفعل ذلك أحيانا. وجزاكم الله خيرا جميعا. رامي لا بأس، لكن راعي المقامات يا رامي، وأن هناك فضليات يتابعنا معك. ورفع الله قدرك يا سيد ابن أشرف في الدارين أيضا. هل يجوز إخراج العقيقة لجميع من الجمعيات وتقوم بذبحها وتوزيعها؟ نعم، إذا كانوا أمناء فقهاء. الله يوفقنا وياك يا عمرو أبو روان. صلاة التراويح كم ركعة؟ قلنا الأمر مفتوح، صل كيف تشاء. قال الأمين محمد صلى الله عليه وسلم: ليصلي أحدكم نشاطا، إذا فطر فليقعد. بل 3 سنين بصلي الشفع والوتر 3 بتشهد واحد، هل يجوز الشفع والوتر بتشهد واحد؟ لا بأس، يجوز. تجوز قراءة القرآن في جماعة خاصة للتعلم. بعض الشركات تقوم بتشطيب الشقق بالتقسيط على سنة وأكثر، تأخذ زيادة. اتفق اتفاقا مجملا، شطبوا لي الشقة بمبلغ كذا، وبين المواصفات تمام البيان. هل تجوز، هل في حرج الذهاب إلى دكتور أسنان للضرورة؟ لكن لا يخلو بك، لا يخلو بك. هل نخرج زكاة الزكاة مال زكاة الفطر؟ صاع من طعام أو صاع من شعير أو صاع من أقط أو صاع من زبيب أو صاع من تمر؟ ما أدري، ما لجان الفتوى في البلاد كثير منهم لا يعتمد على الأدلة الصحيحة. أخوه لا يصلي، هل يجوز أن يفطر معه؟ يجوز، وانصحه لله أيضا. حبك الله يا أبا حفصة. شراء شق على الكتالوج
غير مبنية بعد، لا أرى، أراها لا تجوز، أراها لا تجوز. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبه ما ليس عندك، وإن كانت هذه الفتوى تضايق المقاولين شيئا ما، إنهم يبيعون الشقق على المخطط دون أن يبنى، دون أن تبنى العمارة، فهذا داخل في كلام الرسول لا تبه ما ليس عندك. والبعض يتعلل بأنها عقود تصنيع، لكن ليس بمنصوص على أنها عقد تصنيع. هل يجوز العمل في توصيل الطعام في رمضان في أوروبا والعمل يبدأ بعد العصر؟ توصيل الطعام في أوروبا والعمل يبدأ بعد العصر؟ لا بأس المشكلة، لكن ما كنت أظنك تقول توصيل الخمر، الخمر ابتعد عنه. هل من السنة أن نفطر تمرا على وتر؟ الأحاديث الواردة في الإفطار على رطبات فيها كلام شيئا ما، فإن حسنت شفعت بالعمل، لا يلزم أن تكون وترا، لا يلزم أن تكون وترا في الإفطار للصيام. وسلام الله عليك يا أم سميد. هل صلاة التراويح 8 + 3 مفتوح الأمر كيف تشاء؟ الصلاة خلف المذياع في، لا تجوز الصلاة خلف المذياع. يجوز أخذ العلاج إذا كان من الحبوب، يعني في وانت صايم يا أحمد أم ماذا؟ يعني وانت صايم تتناول أقراص؟ لا تجوز، تفطر. كيفية استثمار المال بعيد عن البنوك؟ اسأل التجار، لست بتاجر، اسأل التجار والمثمرين. هل الشفع من الرواتب أو من القيام؟ الشفع من الرواتب أو من القيام؟ الشفع ليس سنة الراتبة، لكن النبي عليه السلام كان لا يدع الوتر، لم يرد أنه ترك الوتر وسنة الفجر في سفر ولا في حضر، إلا أن ذلك بس فقط لم ينقل في ليلة المزدلفة. ما سؤالك يا محمد؟ متى لا تقبل صلاة من يدافع الأخبثين؟ إذا كان الأذى شديدا وشغله تماما عن الصلاة. إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج ليس بحديث. هل تجوز صلاة الوضوء بعد الأذان في جميع الأوقات؟ تجوز يا رب. ما سؤالك يا أحمد فتحي؟ ومسلمة لما كانت صايمة وأكل الناس أمامها فلها أجر مضاعف، لا يصح. هل يجوز ذبح عجل أو بقرة واحدة كعقيقة لابني وبنتي معا بدلا من ذبح ثلاثة؟ يجوز، وهذا أفضل، لأن البقرة 7 أسباع والولد 7 والبنت 7 والبنت 7. حكم التطيب في نهار رمضان، ليس هناك أي مانع يمنعك من التطيب. قدر كم كفارة اليمين؟ إطعام 10 مساكين، كل مسكين وجبة واحدة من طعامك المتوسط. لا تؤمن على حياة أختك، وابتعد عن التأمين عموما إلا إذا عجزت. حكما ينشر في الواتساب أحاديث ويأمر بنشرها، ولا يأمر أمرا ما مسك سيفا وقال لك لازم تنشر، لكن انظر إلى المادة التي تنشرها، لأن كثيرين من الناس ليسوا من أهل الحديث فينشرون أحاديث ضعيفة وباطلة. أرملة وعندها بنتان صغيرتان ممكن أتصدق على زوجي من خلال راتبه الشهري الذي أقبضه، الراتب لك ولأبنائي ولبناتك. إذا كانت بنات صغيرات تصدقي مما يخصك أنت، لا تتصدقي من أموال البنتين. حكم النسب بين الأطباء في المجالات الطبية في المختبرات والإشعاعات، هذه سرقة جديدة يا يحيى. الأطباء اللصوص أصبحوا الآن مرتشين، يرسل المريض إلى الأشعة ويأخذ نسبة من الأشعة، يرسل المريض إلى التحاليل ويأخذ نسبة من التحاليل. يعني ما يكفي أن المريض الله يعلم كيف جمع ثمن الكشف، كيف جمع المريض ثمن الفحص 200 جنيه أو 300 جنيه، فهذا يتواطأ مع الطبيب الحرامي لص، يتواطأ مع معمل التحاليل ويرسله يحلل، وهو ليس في حاجة إلى التحاليل.
أما إذا كان في حاجة فلا بأس، لكن يأخذ رشوة لا. يقول كنت حلفت ألا أتصور، ولكن مع هذه التكنولوجيا أصبحت أتصور. عقدت اليمين صم ثلاثة أيام، عفوا أطعم المساكين عجزت صم ثلاثة أيام. هل توجد مشكلة لو تركت صورة الكافرون وصورة الإخلاص في سنة الفجر؟ لا توجد مشكلة، لكن أجرك أقل. هل تقدر زكاة المال بالذهب أو بالفضة؟ كل جائز، وإن كنت كريما فابنها على نصاب الفضة. نكرر، أعطتني واحدة مبلغ لأتاجر فيه كم أعطي نسبة مكسبها؟ على ما تتفقان؟ إن استطعت أن لا تؤمن على السيارات لا تؤمن، لكن إن أجبرت أنت مضطر. الوقت بين السحور والفجر ممتد، تأكل كيف شئت وتشرب كيف شئت إلى أن يؤذن الفجر. لكن إن سألتك عن السلف كان أحيانا قدر نحو من 50 آية. وبارك الله فيك يا سنبختي محمد. البنوك كلها سواء، بارك الله فيك يا محمد البحر. مريض تعبان لا يريد أن يفطر، لا اسم عليه إلا إذا كان الصوم سيضره أكثر، فلا ضرر ولا ضرار. هل اتباع الرسول في العادات من التعبد؟ مأجور فاعله بغض النظر، لأن يعني أنس رأى النبي يتتبع الدباء فأصبح يتتبع الدباء من طرفه القصعة. أعاني من شغل بالتفكير بشهوة يخرج مني مادة دون قصد. إذا كانت منيا فالصوم باطل، إذا كانت مذيا فالصوم صحيح. حكما اضطر لشرب الماء لوجود شيء عالق في حلقه أفطر، يعني في شيء عالق في حلقه وهو صائم فشرب ماء حتى يزيله أفطر. زكاة التجارة تحسب بسعر البيع أو الشراء؟ لا هذا ولا ذاك، إنما تحسب بسعر الجملة، السعر الذي إذا أعلن بيعت به السلعة. افترض أن التجارة هذه الأشياء 800 ألف لكن لا مشتري، فقلت 80 ألف جاءني المشتري، أربط الزكاة على 80. كيف أحصل على خير الدنيا والآخرة؟ آمن بالله واتبع كتابه وسنة رسوله. هل الغريق لا يغسل؟ لا الغريق يغسل. هل يجوز ذبح عجل؟ لو أجبناك على هذا يا سيد الشربيني. استخارت ربها لرجوعها إلى زوجها، ولكن أرى رؤيا مزعجة. لا يلزم، قد تكون من الشيطان، لكن انظري إلى الأمر في اليقظة كيف هو. هل في خير في معيشتك مع زوجك أو ماذا؟ من كانت له أسهم في مركز طبي والمركز يخرج نسبة، هل المكسب فيه حرمة؟ مش فاهم. وحياك الله يا دكتور عبد المحسن. بلال ما سؤالك؟ وعليكم السلام ورحمة الله على الجزائر. كتبت ما أملك لبناتي، ظلمت سائر الورثة. السباحة في الإسلام شيء مستحب عموما، شيء مستحب خاصة لمن يحتاج إليه. هل خلاف في وجوب تغطية وجه المرأة خلاف معتبر؟ نعم. استخدام التأمين الطبي جائز أم لا؟ مع العلم أنه إجباري، ما لم إجباري لا مشكلة عليك أنت. حكم خرج من القيء بدون عمد لا يبطل صومه. وأنت طيب يا صبحي. التصرف في أموال ذوي الاحتياجات، وضح السؤال. التوقف عن الطعام بوقت الإمساك أو الفجر؟ بوقت الفجر. تزوجت مرة ثانية وزوجتي الأولى تطلب الطلاق، هل يحق لها على حسب حالها وحال تضررها من عدمه؟ ما نوع الضرر اللاحق بها؟ لابد هذه قضية تنظر.
ما سؤالك يا حامد؟ الله يغفر لك. الذكر جهرا، الذكر إذا كنت تقصد الذكر بعد الصلاة جهرا. قال ابن عباس: كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالتكبير. في رواية إن رفع الصوت بالذكر بعد الانتهاء من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يراه بعض العلماء. وقال الآخرون: بل تسر بالذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم مناجي ربه، فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة. ويقويك ربي يا خالد الدقاق: هل أذكار النوم تقال في نوم الليل أم أي وقت؟ قولان للعلماء، أخذ بعضهم من قوله فإنه لا يدري أين باتت يده أن البيتوتة تكون من الليل. لكن عموما إن قلت في كل نوم هذا شيء طيب، بارك الله فيك. هل يجوز دفع الزكاة لابن الأخت إن كان محتاجا؟ يجوز، نعم، هو أولى، لأن النبي قال: الصدقة على البعيد صدقة، صدقة على القريب صدقة، وصل لها أجران. حكم قراءة القرآن بالترتيب من المصحف: إذا كنت تقصد في الصلاة تستلم الناس من أول البقرة تمر بالقرآن في مدة سنة، فذاك صنيع لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، بل وخالف شيء كثيرا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: هل صليت بسبع اسم ربك الأعلى والشمس طحاها في العشاء؟ هل ورد عن النبي أنه التمس الدعاء؟ السر ذهب مني. عقيقة الذكر شاتان مكافئتان، أي متقاربتان في الشكل، عقيقة بنت شاة. حكم تخصيص قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟ لا بأس، هذا رأي الجمهور، وإن كان الحديث موقوفا على أبي سعيد الخدري. هل حديث المنكر لا تؤخذ منه فضائل الأعمال؟ حديث المنكر لا يصح عن رسول الله. حكم رفع دروس المسجد من خلال مكبرات صوت خارج المسجد إن طلب أهل الحي، إن طلب أهل الحي ذلك بالتفاهم لا بأس بذلك. هل تجوز الزكاة على الأخت إذا كانت من أهل الحاجة؟ حكم البقاء مع الزوج لا يصلي إلا أحيانا، وليس بكافر لكنه جليس سوء والعياذ بالله. لكن الحل والتحريم هو حلال مسلم، لكن مسلم فاسق. هل أقدم ابني للإمامة في صلاة القيام؟ لماذا تقدمه؟ هل دلع، يعني تدلع الولد وتخليه أمك، أو ما شأنك؟ العبادة ينبغي أن يحافظ عليها، العبادة ينبغي أن يحافظ عليها. أما الشخص يأتي بابنه الطفل الصغير يأم الناس وفي من هو أقرأ منه أعلم منه، لا. يوم القوم أقرأهم لكتاب الله. ثم إن النزاع قائم كما لا يخفى عليك في إمامة الصبي، وإن كان الاختيار معي أنه تجوز إمامته، لكن ابتعادا عن أي مشكلة لا تجعل الصغير يأم من هم أعلم منه أعقل منه وأقرأ منه. الإمامة ليست مجاملات. الأربع ركعات بعد الظهر فيها تشهد أوسط، ليس فيه تفصيل، وإن جلست تشهد أوسط لا بأس. أما حديثنا أن يشبه المغرب بالوتر، الوتر بالمغرب لا يصح. حكم زكاة مال مدخر لشراء مسكن؟ العلم أن المال بلغ النصاب عليه زكاة ما دام معك. هل واجب أن نقيم لكل صلاة في المسجد أم نكتفي بالتكبير؟ كل جائز. يعني هل إقامة صلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله تفعل؟ أقول الإقامة مستحبة ليست بواجبة. لم يرد في سورة ياسين أو الملك أي حديث ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ليس له طريق إلا من صحابي واحد ثابت، إذا كان السند صحيح فالخبر صحيح. إذا سلم من العلل حديث من قال كل صباح رضيت بالله ربا حسنه بعض العلماء حد النصاب في الذهب للزكاة، قلت 97.2 جرام من عيار 21. هل الاستحمام يغني عن الوضوء؟ نعم، إذا نوى ذلك وقد قال ابن عمر: وأي وضوء أكمل من الغسل. هل الأولى إخراج الزكاة بالمقادير المضبوطة أو الزيادة للإحتياط؟ زد شيئا ما للإحتياط. حكم النوم في نهار رمضان لا بأس به إذا دعتك الحاجة إلى ذلك.
ما السؤال وطمأنينة القرآن؟ هل الأولى إخراج هل يجوز الاستحمام في نهار رمضان للحر؟ نعم يجوز، وقد كان لحفصة زوجة رسول الله مخضب تتبرد فيه وهي صائمة. مخضب مثل البانيو الآن، كان من حجر كبير ينحت وتملأه ماء وتنام فيه، تغمر فيه جسمها. وأنس كان له مخضب أيضا، مخضب جائز هذا وذاك. لسح النحل مع الصوم، لسح النحل لا يفطر. حكم الناس الاستنشاق في الوضوء، الوضوء صحيح. هل يجوز الجمع بين سنة العشاء والتراويح؟ لا، هما ركعتان، إما أن تجعلهما سنة عشاء أو تجعلهما التراويح. الله أكبر. هل أقول ما حكم واجب النذر؟ كيف واجب النذر؟ وضح السؤال. هل يجوز تأخير نقاب البنت حتى الشتاء الحر الشديد؟ لأن إذا كانت بلغت تنتقب. حديث صوم تصح ولا يصح. حكم قراءة القرآن من غير وضوء، لا بأس بذلك والوضوء أفضل. حكم صلاة العشاء الفرض في الساعة الواحدة ليلا، تجوز مع الكراهة ووقتها يمتد إلى طلوع الفجر. أما قول الرسول عليه الصلاة والسلام وقت العشاء إلى منتصف الليل هذا وقت الفضيلة، وإلا فالنبي قال ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. هل يجوز قيام الليل الأربع أربع؟ يجوز. هل يجوز أن أطلب من أحد يسدد الدين عليه لأنني قد لا أسدد بسبب وضع المالي؟ هو سؤال، فإن أحببت أن تطور عن المسألة تورعت، وإلا فلك أن تسأل إذا كنت مدينا في حق. يعني إذا كنت مدينا في حق تختلف عن إذا كنت مدينا في باطل. قراءة القرآن للجنب لا بأس، ولكن يمسه بحائل. قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. لا أرى أن الفتاة تضع صورتها على وسائل التواصل وتجعلها كلأ مباحا. عندي ابنها مصابة بالمرض السكري وممنوع عليها الصيام، فما هي الفدية التي يخرجها لها؟ لا أرى عليها فدية، إلا أن من العلماء من قال تفعل فعل أنس كان أسن، فكان يطعم مكان كل يوم مسكينا مع إفطاره لما أصبح كبير السن. عندي مشكل في النوم، أقوم الليل ولكني أنام في النهار حتى صلاة الظهر، هل صيامي مقبول؟ طيب هل تصلي الفجر أو لا؟ أولا الصيام مقبول إن شاء الله، لكن أحرص على صلاة الفجر في جماعة، وإلا فهي علامة نفاق تركوها. حديث اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله إلى آخره سنده ضعيف. ولكن رأى بعض العلماء العمل به لكوني في فضائل الأعمال. عندي ابني عنده السكر وبيفطر عشان يأخذ الأنسولين، لا يجب عليه شيء. أحمد بن عطية لا يجب عليه شيء، وإن أطعمت مكانه كل يوم مسكينة فلا بأس. تاجر مواد غذائية جملة وقطعها لإخراج الزكاة، وأنا لا أعرف الأرباح. بالتقريب الله يثبتنا وإياكم. هل من علامات الساعة أن يرفع القرآن الأرض وأن يزيله الله من قلب كل منافق؟ ليس هكذا اللفظ، إنما اللفظ من حديث حذيفة موقوفا، لأن المرفوع معلول. يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، أي تمحى معالمه كما تمحى العلامات والألوان التي في الثوب. يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، ويسرى على كتاب الله في ليلة حتى لا يبقى في الأرض منه آية. فيقول الشيخ الكبير لا إله إلا الله، فيقول ابن أبي ما هذه الكلمة التي تقولها؟ قل وجدنا أباءنا يقولونها فنحن نقولها. هل ورد في فضل العمرة فضل في العمرة؟ وردت عدة حديث. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، قال الله تعالى فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهم، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي الكير خبث الحديد. الأكسجين يفطر الصائم؟ هل
يدخل رذاذ أم هواء فقط؟ يسأل الطبيب إن كان في رذاذ يدخل مع الأكسجين فحينئذ يفطر، أما إذا كان هواء فقط فلا يفطر، كلنا نتنفس. الذين يشاهدون المسلسلات أذكرهم بقول الله تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. امرأة خرقاء من نساء قريش كانت تغزل الغزل وتحكمه طول النهار، تغزل تعمل إحبال، وفي الليل طول الليل تفك. فضربت مثل المرأة خرقاء كما يصنعون في بعض الجيوش، القاد يقول العساكر اجمعوا حجارة، يجمعوها طول النهار، في الليل يقول لهم ارموا الحجارة ثاني. فذا الذي يصوم النهار ويقوم الليل يدخر حسنات، وبعد ذلك يأتي المسلسلات القبيحة التي وضعها أقوام لا خلاق لهم من المفسدين في الأرض، يرون المنكرات، والله يقول: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فأهيبوا بإخواني أهل الإسلام أن يمتنعوا عن هذه المسلسلات القذرة القبيحة، والله سائل هؤلاء الممثلين المفسدين في الأرض الذين آثروا الخبيث على الطيب ورضوا بالمال المحرم مكان المال الحلال الطيب، رضوا بالمال الحرام الخبيث. والله يقول: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. أما أنتم يا أهل الإسلام اعلموا أن الله قال: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقد تحرم الرزق بسبب هذه القاذورات التي تنظرون إليها ليل نهار. هل يجوز قراءة القرآن الشخص المريض مع العلم أنه يستطيع القراءة ولكن بنية أن يرفع البلاء عنه؟ لا يجوز، لا يقرأ أحد القرآن عن أحد. صلاة الجماعة أختار قول العلماء بالوجوب إذا لم يكن لك عذرا. أذن الفجر وأنا أقيم الليل ولم أوتر، ماذا أفعل؟ أوتر ثم أدخل مع الناس في صلاتهم. محمد منصور، هذا الأخ الذي يقول الأسئلة، ما سؤالك يا أخ محمد؟ الله يستر عليك، والله نجتهد يا محمد، ما نحاول نؤذي أحد. شخص ذهب للحج منفردا وأحرم من الميقات ولكن لم يلبس ملابس الإحرام، إذا أحرم من الميقات بملابسه العادية عليه إحدى ثلاثة أشياء: عليه أن يصوم ثلاثة أيام أو يذبح شاه أو يطعم ستة مساكين. شخص عفوا، من كان مشارك في مركز طبي برأس مال والمركز بيخرج نسبة للأطباء، هل المكسب فيه حرمة؟ يعني تصدق بجزء من مالك، يعني مركزك يرشي الأطباء حتى يرسلوا إليه المرضى، وقد لا يكون المريض محتاجا إلى أشعة أو تحاليل. هذا وبهذا القدر أجتزئ، سألني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، دمتم في طاعة الله سبحانه وتعالى، إذا كنتم في طاعة الله فأنتم محفوظون بحفظ الله تعالى لكم، ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. هذا ودائما وأبدا. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أيها الإخوة، ابذلوا جهدا في الدعوة إلى الله، وقال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. احذروا العلمانية والديمقراطية والاشتراكية والليبرالية ومذاهب هذه المذاهب الهدامة. بارك الله فيكم وحفظكم الله أينما تكونون وحيثما تكونون. ختاما، الشكر لله أصول دائما وأبدا، فله الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. ودائما نسأل الله وندعوه ونرجوه، فقد أمرنا بذلك قائلا: ادعوني أستجب لكم. فنسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الأمن والإيمان في الدارين في الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا وفي الآخرة.
ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الشكر موصول للمتابعين والمتابعات وموصول لإخواني الذين بذلوا معي جهد لإخراج المجلس لإخوانهم. نستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.